أستاذ عماد، ما مفهوم إلغاء حالة الطوارئ عند المواطنين؟ أو يعني كيف ينعكس هذا القرار على المواطن المصري؟ وما مكاسب المواطن العادي من هذا القرار؟ طبعا المواطن العادي لم يكن يعني بمفهوم عام إلى حد كبير لم يكن يصيبه قانون الطوارئ بأشياء خطيرة، بمعنى أنه القانون كان موجها للمتطرفين والتكفيريين والإرهابيين وكل من يحاول أن يعني يزعزع الاستقرار. المواطن العادي اللي بيمارس حياته العادية لم يكن يتأثر بهذا الأمر بصورة مباشرة، لكن ربما يعني يمكن القول أنه حتى المواطن العادي يمكن أن يتأثر قليلا، بمعنى أنه قد يكون مثلا متهما في قضية، فبدل من أن يحاكم بالصورة الطبيعية يجد نفسه يحاكم أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ذات الأحكام الواضحة والشديدة والسريعة، ما بيبقاش فيه فرص كثيرة للاستئناف والاعتراض والعملية الطويلة التي بتبقى موجودة في المحاكم العادية، وتتيح للمواطن أكثر من درجة من التقاضي حتى يستنفذها جميعا. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية طبعا هي على المستوى العام أنه من الطوارئ قد تتسبب في تأخير إنجاز بعض المشروعات، في تأخير يعني الحالة المعنوية للمستثمرين وعلى سبيل المثال، وبالتالي عدم تنفيذ هذه المشروعات سيتضرر منها المواطن البسيط، والعكس هو الصحيح. وبالتالي حينما تلغى حالة الطوارئ وتزال أسبابها يكون هناك مزيد من الانفتاح، مزيد من الحريات، مزيد من كل ما هو إيجابي، وبالتالي هذا ينعكس بصورة آلية على المواطن عادي في كل المجالات تقريباً.